قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا عن أنواع علوم الحديث. وعرفنا في اللقاء الماضي أن الخبر باعتبار تعدد الطرق ينقسم إلى قسمين رئيسين: القسم الأول المتواتر، والقسم الثاني الآحاد. وهذا التقسيم للخبر عند العلماء رحمهم الله باعتبار تعدد الطرق وباعتبار عدد الأسانيد. وذكرنا أن خبر الآحاد ينقسم أيضا باعتبار الطرق وتعدد الطرق إلى ثلاثة أنواع: الحديث المشهور، والحديث العزيز، والحديث الغريب. هذه الأنواع هي أنواع خبر الآحاد أيضا باعتبار عدد الأسانيد وباعتبار عدد الطرق. فالخبر إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحادا. وإذا كان الخبر من أقسام الآحاد، فإما أن يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا بحسب عدد الطرق، بحسب عدد الطرق. وذكرنا أن المتواتر هو الحديث الذي رواه جمع تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، وكان مستند خبرهم الحس. ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم، أي اتفاقهم على الكذب، عن مثلهم إلى منتهى، يعني إلى منتهى الإسناد، يعني من أول الإسناد إلى منتهى، وكان مستند خبرهم الحس. هذا معنى المتواتر عند العلماء، ما رواه جمع يعني عدد كثير من الرواة في كل طبقة من طبقات الإسناد. وتستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني العادة تستحيل أن يتفقوا على اختلاق أو اصطناع هذا الخبر. عن مثلهم إلى منتهى، يعني هذه الكسرة توجد في جميع طبقات الإسناد، من أول الإسناد يعني الصحابي، ثم التابعي، ثم أتباع التابعين، ثم أتباع التابعين إلى آخر الإسناد. لابد أن توجد هذه الكسرة في جميع طبقات الإسناد، وأن يكون مستند خبرهم الحس، وأن يكون مستند خبرهم الحس، يعني هذا الخبر الذي أخبروا به لابد أن يكون سمعوه أو رأوه أو غير ذلك من يعني أدوات الحس. لابد أن يكون اعتمادهم في نقل هذا الخبر على أمر مشاهد أو أمر مسموع أو محسوس. أما إذا كان الخبر مستنده العقل فهذا لا يسمى متواترا، لأن العقل قد يقع في الخطأ. وعرفنا أن
الحديث المتواتر يفيد العلم الضروري، وخبر المتواتر كله مقبول، يعني لا ينقسم إلى مردود ومقبول، لا كله مقبول ويفيد العلم الضروري. واضح؟ وقفنا عند قول المؤلف وخلافه. نعم. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: وخلافه أي ما سوى المتواتر، يعني خلاف المتواتر، الهاء هنا تعود على الحديث المتواتر، يعني حبذا لو يعني وضحت أن الهاء هنا تعود على الحديث المتواتر. وخلافه الضمير هنا يعود على إيه؟ على خلاف الحديث المتواتر. قال: قد يرد بلا حصر أيضا. قد يرد بلا حصر أيضا، يعني الخبر الذي هو يعني سوى المتواتر قد يرد بلا حصر أيضا، يعني يرويه عدد كثير من الرواة، يرويه عدد كبير من الرواة، لكن مع فقد بعض الشروط، لكن مع فقد بعض الشروط، يعني رواه عدد كبير من الرواة لكن لم تجتمع فيه شروط الايه؟ المتواتر. حديث المتواتر رواه عدد كبير من الرواة واجتمعت فيه شروط المتواتر، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات الإسناد، هذا شرط، أن تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب، هذا شرط، وأن يكون مستند خبريم الإيه؟ الحس. فإذا كان الحديث رواه عدد كبير من الرواة واجتمعت فيه شروط المتواتر حكمنا عليه بأنه إيه؟ متواتر. هنا خلاف المتواتر قد يرد بلا حصر، يعني يرويه عدد كبير من الرواة لكن مع فقد بعض الشروط، يعني قد يرويه عدد كبير من الرواة لكن هذه الكثرة لا تستحيل العادة أن يتواطأوا على الكذب. واضح؟ هناك كثرة لكن هذه الكثرة لم تستحيل العادة مع هذه الكثرة أن يتواطأوا على الكذب، أو رواه عدد كبير من الرواة لكن هذه الكثرة لم توجد في جميع طبقات الإسناد، يعني رواه مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة، ورواه عن هذا الصحابي 100 من التابعين، ورواه عن الصحابة أو عن التابعين 100 من أتباع التابعين، وفي طبقة أتباع التابعين رواه 100، فهذه الكثرة وجدت في جميع طبقات الإسناد ما عدا طبقة الإيه؟ الصحابة. هذا معنى قد يرد أي الحديث ما سوى المتواتر بلا حصر، يعني رواه عدد كبير من الرواة لكن مع فقد بعض الشروط، لكن مع فقد بعض الشروط. هذا قسم. قال: أو مع حصر بما فوق الاثنين. أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط التواتر. هذا القسم الايه؟ الثاني. يبقى القسم الأول إن هو هذا الخبر يروى بأسانيد كثيرة لكن فقد شرطا من شروط التواتر. واضح يا إخوة؟ واضح؟ يبقى الأول المتواتر الذي اجتمعت فيه شروط التواتر، يعني رواه عدد كثير واجتمعت فيه شروط التواتر. القسم الثاني اللي هو ما سوى المتواتر، قال: رواه عدد كثير من الرواة لكنه إيه؟ فقد شرطا من شروط الإيه؟ التواتر. واضح؟ يعني ليس فيه إلا شرط واحد من شروط التواتر وهو كثرة الإيه؟ العدد، لكنه فقد بعض شروط التواتر. هذا القسم الثاني. ثم قال: أو مع حصر بما فوق الاثنين، أي بثلاثة فصاعدا، يعني مثلا هذا الحديث له ثلاثة أسانيد أو أربعة أسانيد، فهو محصور في عدد معين من الأسانيد لكن لم تجتمع فيه شروط التواتر، لأنه لو اجتمعت فيه شروط التواتر حكمنا عليه بأنه إيه؟ متواتر.
هذا القسم الايه؟ القسم الثالث، بل القسم الاول المتواتر. القسم الثاني رواه عدد كبير من الرواه لكن فقد شرطا من شروط التواتر. القسم الثالث يعني محصور في عدد معين من الاسانيد، يعني 3 أسانيد او 4 أسانيد لكن لم تجتمع فيه شروط التواتر. القسم الرابع او بهما اي باثنين فقط، يعني هذا المتن ليس له الا يعني اسنادين، ليس له الا اسنادان او باثنين فقط، يعني روى هذا الحديث اثنان في كل طبقة من طبقات الاسناد، او بواحد فقط، يعني هذا الحديث لم يرويه الا راو واحد. عرفتم يا اخوة هذه القسم الان؟ واضحة؟ واضحة ان شاء الله؟ طيب، يبقى الان الحافظ رحمه الله يتكلم عن القسم الاخر اللي هو من اقسام الاخبار اللي هو خبر الاحاد. خبر الايه؟ الاحاد. قال فان، يبقى الان هو ذكر لك جميع الاحاديث اللي هي يعني تدخل في خبر الاحاد. قال فان ورد باكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، اذ الاقل في هذا يقضي على الاكثر. يعني الحافظ رحمه الله يقول العبره بالايه؟ العبره بالاقل. يعني اذا كان عندنا حديث نريد ان نبين هل هو يعني احاد او يعني هل هو عزيز او مشهور او غريب، العبره بايه؟ العبره باقل الطبقات. ننظر الى اقل طبقه من طبقات الاسناد، وبناء على اقل طبقه نحكم على الاسناد او على هذا الحديث بانه مشهور او عزيز او غريب. يعني مثلا مثال عندنا مثلا حديث يروي مثلا حديث انما الاعمال بالنيات، ماشي، حديث انما الاعمال بالنيات، هذا الحديث من الذي رواه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل رواه احد غير عمر؟ طيب، ومن الذي رواه عن عمر؟ علقمة ابن وقاص الليثي. هل احد شارك علقمة؟ لا. طيب من الذي رواه عن علقمة؟ محمد ابن ابراهيم التيمي. هل تابع احد محمد ابن ابراهيم التيمي؟ طيب، ومن الذي رواه عن محمد ابن ابراهيم التيمي؟ طيب، ومن الذي رواه عن يحيى بن سعيد الانصاري؟ 100 من الرواه. 100 من الرواه. طيب الان عندك في كل، عندك في 4 طبقات في كل طبقه راو واحد، وفي الطبقه الخامسه رواه 100 من الرواه. عندما نحكم على هذا الحديث، الاول نحكم الان هل هو متواتر او احاد؟ احاد. لماذا؟ لانه ايه؟ فقد شرطا من شروط التواتر وهي الكثرة في جميع طبقات الاسناد. طيب هل هو مشهور او عزيز او غريب؟ يا اخوة ليه؟ طب 100 من الرواة هؤلاء؟ نعم، احنا الان عندما نريد ان نحدد هل هذا الحديث مشهور او عزيز او غريب ننظر الى اقل طبقة من طبقات الاسناد، وبناء عليها نحكم على هذا الحديث بانه مشهور او عزيز او غريب. فين اقل طبقة؟ الاولى والثانية والثالثة والرابعة. اذا نحكم على الحديث بانه ايه؟ احاد وغريب. الاول قلنا متواتر او احاد، قلنا احاد، ثم بعد ذلك قلنا من اي قسم من اقسام الاحاد؟ غريب. بناء على ايه؟ بناء على اقل طبقة من طبقات الايه؟ الاسناد. واضح يا اخوة؟ طيب لو عندنا حديث يرويه صحابي واحد، انس مثلا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرويه عن انس 3 من التابعين، من يذكر لنا 3 من اصحاب انس ابن مالك رضي الله عنه؟ تلاميذ انس، لا تلاميذ انس. طيب الاخ ذكر محمد بن سيرين. طيب نريد كمان 2، نريد 2،
مين أشهر رواه عن أنس؟ الزهري. مين لأن الزهري؟ طب اسمه إيه؟ محمد بن مسلم. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري. طيب بقي واحد. لا 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 لا. ما مين من أشهر المفسرين يعني مشهور بالتفسير؟ لا قتادة. ماشي يبقى كده ايه، ثلاثة من أصحاب أنس. وروى عن هؤلاء الثلاثة، هذه طبقة الايه التابعين. في طبقة أتباع التابعين روى ثلاثة أيضا، وفي طبقة أتباع التابعين اللي هي الطبقة الكام؟ الرابعة، من الصحابة الطبقة الأولى، التابعون الطبقة الثانية، أتباع التابعين الثالث، أتباع التابعين الطبقة الرابعة، رواه ثلاثة. الآن هل هذا الحديث متواتر أو أحد؟ الأخ يقول لنا. لا الأخ اللي جنب. آه لماذا؟ اللي هو رواه الأول في الأصل الصحابي عن، يعني إيه؟ فقد شرطا من شروط التواتر هو الكسرة في جميع طبقات الإسنان. طيب الآن قلنا إنه أحد، هل هو مشهور أو عزيز أو غريب؟ محمد لماذا؟ نعم، والعبرة بإيه؟ بالأقل. يعني انظر الآن، يعني في مثلا في ثلاث طبقات أو أربع طبقات، في كل طبقة ثلاثة، كان المفترض أن نحكم عليه بأنه إيه؟ مشهور. لكن لما كان في طبقة الصحابة راوي واحد حكمنا عليه بأنه إيه؟ غريب. لماذا؟ لأن العبرة بالأقل. الحافظ يقول إيه؟ يعني لو يعني جدير بك أن تحفظ هذه العبارة، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. طبقة التابعين كل الطبقات شفنا. نعم. كل الطبقات الأقل جيدة الأكثر حتى طبقة الصحابة. نعم، العبرة بأقل الطبقات، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. واضح يا إخوة؟ إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. واضح كيف نحدد نوع الخبر الذي عندك؟ فنحن نحكم بناء على أقل الطبقات. نعم. قال فالأول المتواتر اللي هو ذكرناه في الدرس الماضي، اللي هو ما رواه جمع، تستحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، ويكون مستند خبري من إيه؟ الحس. فالأول المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني، وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت. الآن الحافظ يتكلم عن حكم الحديث المتواتر. حكم الإيه؟ المتواتر. المتواتر يفيد الإيه؟ يفيد العلم الضروري، يفيد الإيه؟ العلم الضروري أو العلم اليقيني. إحنا عندنا علمان، علم ضروري وعلم إيه؟ نظري، وإن شاء الله سيأتي بعد هذا الكلام. فالمتواتر حكمه إيه؟ يفيد العلم الإيه؟ الضروري. يعني المتواتر يفيد اليقين، يفيد الإيه؟ اليقين. قال واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق أي للواقع. اليقين معناه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. واضح؟ طيب الآن نريد أن نبين أنواع العلم. العلم ينقسم إلى قسمين، العلم المستفاد من أي شيء ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. يبقى العلم الذي يستفيده الإنسان من أي شيء ينقسم إلى قسمين. واضح يا إخوة؟ يبقى الآن العلم المستفاد
الذي يستفيده الإنسان إما أن يكون علما ضروريا وإما أن يكون علما نظريا. فالعلم الضروري هو العلم الحاصل بلا استدلال وبلا بحث وبلا نظر. العلم الضروري هو العلم الحاصل بلا استدلال وبلا بحث وبلا نظر. يعني الإنسان لا يعمل فكره في هذا الأمر، لا يحتاج العلم الضروري إلى بحث وإعمال فكر ونظر وبحث، لا يحتاج إلى هذا. هو علم يهجم على القلب هجوما لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه. الآن أنت توجد في المسجد من قبيل العصر، أليس كذلك؟ يعني دخلت إلى المسجد قبل قبل المغرب وفي أثناء النهار. عندما تخرج الآن من المسجد ترى ظلام الليل، فتعلم أنك في الليل. هل هذا العلم الذي استفدته من ذلك احتاج إلى بحث وإلى نظر؟ لا، هذا يسمى بالعلم الضروري، هو علم حاصل بلا استدلال. يعني هذا الأمر حاصل لكل أحد، للعامي ولغير العامي، لا يحتاج إلى بحث ولا إعمال فكر ولا إلى نظر ولا إلى استدلال. هذا العلم الضروري. والعلم النظري هو العلم الحاصل عن طريق الاستدلال والبحث والنظر. واضح يا إخوة؟ يعني الآن مثلا إذا أردنا مثلا، إذا قلنا مثلا إن 2 + 2 + 2 + 2 + 2 يساوي 10. هذا العلم المستفاد الآن مستفاد من غير استدلال أو مستفاد باستدلال؟ باستدلال. يعني الآن أنت توصلت إلى هذا عن طريق البحث وعن طريق إعمال الفكر، فهذا يسمى علما نظريا. واضح؟ هو علم ويقين أيضا. يعني العلم الضروري يقين، والعلم النظري يقين. يعني الآن 2 + 2 + 2 + 2 يساوي 10. هل هذا يقين ولا شيء ظني؟ يقين، لكن أنت توصلت إلى هذا اليقين عن طريق البحث والاستدلال، فهذا الذي يسمى بالعلم النظري. واضح؟ لأن أقسام العلوم هذا عند المناطقة، يعني هذه أمور كلها متعلقة بالمنطق والعلم الأصول وكذا. فالعلم المستفاد إما أن يكون ضروريا وهو الذي لا يحتاج إلى بحث ولا إلى استدلال، وعلم نظري وهو الذي يحتاج إلى بحث أو استدلال. يعني لا يمكن أن تتوصل إلى هذا العلم إلا عن طريق البحث والاستدلال، أنت تعمل فكرك وتعمل عقلك وتجري تجاربك ويعني تبني هذا العلم على مقدمات أنت تفعلها حتى تصل إلى هذا العلم. هذا يسمى بالعلم النظري، هو يقين، والعلم الضروري يقين، هذا يقين وذاك يقين، لكن العلم الضروري لا يحتاج إلى بحث ولا إلى استدلال. أنت خرجت الآن من المسجد وجدت نفسك في الليل، لا يمكن هذا العلم استفدته بدون بحث وبدون استدلال، هذا يسمى بالعلم الضروري. أما العلم النظري لابد معه من بحث ومن استدلال. واضح؟ طيب، الآن يقول إن الحافظ ابن حجر إن المتواتر يفيد العلم الضروري. يعني أي خبر متواتر يفيد العلم الضروري الحاصل بلا استدلال وبلا بحث. واضح؟ هذا هو حكم الخبر المتواتر. واضح؟ فمثلا إعصار سندي، هذا علم ضروري ولا نظري؟ ضروري. واضح؟ ليه؟ لأن الإنسان لا يمكن هذا أنت متيقن منه وحصل بلا استدلال وبلا نظر. أنت الآن وجدت جميع القنوات وجميع الأخبار يتحدثون عنه موتى، وكل هذا أفادك العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه بلا استدلال وبلا بحث، فهذا يفيد العلم الضروري. فالمتواتر حكمه أنه يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري، والعلم بمعنى اليقين أيضا. يعني هذا العلم هو اليقين، فإما أن يكون ضروريا وإما أن يكون نظريا. فالآن الحافظ يناقش
هل المتواتر يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم النظري؟ قال: وهذا هو المعتمد، أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. واضح؟ بحيث إيه؟ لا يمكنه دفعه. وقيل قول الثاني، أن بعض العلماء قال لا يفيد العلم إلا نظريا. واضح؟ يبقى هو يفيد العلم، المتواتر يفيد العلم اليقين، لكن الاختلاف هل هو علم ضروري أو علم إيه؟ نظري. الاثنان متفقان على أنه يفيد الإيه؟ العلم واليقين، لكن اختلفوا هل يفيد العلم الضروري أو يفيد العلم الإيه؟ النظري. وعرفنا الفرق بين العلم الضروري والعلم الإيه؟ النظري. ما الفرق؟ العلم الضروري هو العلم الحاصل بلا استدلال، شيء هجم على القلب لا يحتاج إلى بحث ولا إلى استدلال. أما العلم النظري وهو أيضا علم ويقين، لكن تتوصل إليه عن طريق البحث والنظر والاستدلال. واضح؟ لأن عندك مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، وعندك الإسناد، أنت الآن تريد أن تحكم على هذا الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، ماذا تفعل؟ الآن تبدأ في تخريج الحديث، من الذي رواه؟ فمثلا وجدنا البخاري رحمه الله روى هذا الحديث، الآن يعني يبقى أن تبحث في ترجمة الرواة، عمر رضي الله عنه صحابي لا يحتاج إلى بحث. طيب علقمة هل هو ثقة أو ضعيف؟ نحن نفترض أن احنا لا نعرف، فالآن أنت تذهب إلى كتب الإيه؟ التراجم، كتب الجرح والتعديل، تبحث في ترجمة علقمة، تجد العلماء قاطبة أجمعوا على أنه إيه؟ ثقة. هذه كلها إيه؟ بحث، هو ترجع يعني ذهبت إلى الكتب وفتحت، ثم تنظر هل سمع علقمة من عمر أم لم يسمع، هذا أيضا لابد أن نثبت أنه سمع، لأنه إذا لم يسمع يكون الإسناد إيه؟ منقطعا. طيب الآن تأكدت أن علقمة ثقة وأنه سمع من عمر، تذهب إلى ترجمة محمد ابن إبراهيم التيمي هل هو ثقة أو ضعيف، تبحث في كتب التراجم، ثم تسمع في سماعه من علقمة، ثم تذهب إلى ترجمة يحيى بن سعيد الأنصار وتبحث في ترجمته، كل هذا إيه؟ بحث ولا مش بحث؟ طيب الآن توصلنا أن هذا الإسناد صحيح وهؤلاء ثقات. طيب الآن هل هذا الحديث أفاد العلم الضروري ولا أفاد العلم النظري؟ لماذا؟ لأننا توصلنا إليه عن طريق البحث والنظر والرجوع إلى كتب الجرح والتعديل والنظر في ترجمة الرواة، علقمة هل هذا ثقة ولا ضعيف وهكذا. أما المتواتر لا يبحث في أحوال الرواة، يفيد العلم الضروري، يعني لا يحتاج إلى بحث ولا إلى استدلال. أظن أن الأمر أصبح واضح. وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، هذه العبارة تقال عندما تريد أن تضعف قولا، ليس بشيء، هذا من صيغ التضعيف، يعني عندما يحكي العالم قولا ويكون هذا القول غير صحيح، عند هذا العالم يقول وهذا ليس بشيء، وهذا ليس بشيء، فهذه من صيغ التضعيف. لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، هذا الحافظ يرد على هؤلاء يقول لهم الدليل على أن المتواتر يفيد العلم الضروري أنه حاصل لكل أحد، حتى العامي يستفيد منه العلم العلم الضروري. واضح؟ والعامي ليس عنده أهلية البحث. واضح يا إخوة؟ فاستدل الحافظ على أنه يفيد العلم الضروري أن العامية أيضا يستفيد منه العلم، فدل ذلك على أن العلم الذي يفيده المتواتر هو العلم الضروري، لأن العامية يستفيد أيضا كما يستفيد العالم والباحث. إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون، يعني لابد من مقدمات حتى تصل إلى النتيجة، فهذا يدخل في العلم النظري، وليس في العامي أهلية ذلك، يعني الذي يفعل هذا هو العالم، فلو كان نظريا لما حصل لهم. واضح يا إخوة؟ يعني في أشياء ليست مهمة لا نريد أن نقف عندها كثيرا. طيب، وله بهذا التفريق الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري، من يفرق لنا بين العلمين؟
من يفرق لنا بين العلمين؟ تفضل شيخ خالد. ما الفرق بين العلم الضروري والنظري؟ العلم الضروري لا يحتاج الى استدلال. نعم. النظري؟ النظري يحتاج الى استدلال وبحث. نعم احسنت. نعم. قال ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. بس انتبه، العلم الضروري علم ويقين، والعلم النظري علم ويقين ايضا. واضح يا اخوه؟ بس احنا عرفنا الفرق، هذا يتوصل اليه بلا استدلال وهذا يتوصل اليه عن طريق الاستدلال. اذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع الاستدلال على الافاده. وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. يعني العالم الآن إذا خرج من المسجد ورأى الظلمة علم أنه في الإيه في الليل، طب العمي هل يخفى عليه هذا؟ لا. فالعلم الضروري يحصل لكل أحد، للعالم وللإيه للعمي. أما العلم النظري هذا لا يصل إليه إلا الإيه العالم، لأنه يحتاج إلى إعمال فكر ويحتاج إلى بحث ويحتاج إلى استدلال. قال وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل، اللي هو إيه؟ يعني الحافظ لم يذكر شروط المتواتر في إيه في نخبة الفكر، ده الأصل بتاع الإيه، لأن هذا الكتاب ينقسم إلى كتابين، المتن اللي هو نخبة الفكر والأصل والشرح اللي هو نزهة الإيه النظر. فالحافظ لم يذكر شروط المتواتر في الأصل اللي هو متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، اللي هو عندك فوق في أعلى الصفحة في الطبعة التي معك. لأنه على هذه الكيفية، انظر بقى إلى هذه الكلمة العظيمة، ليس من مباحث علم الإسناد، ده اللي احنا تكلمنا عليه في اللقاء الماضي. يعني المتواتر بهذه الكيفية وبهذه الشروط ليس من مباحث علوم الحديث، لكنه من مباحث ايه؟ أصول الفقه. واضح يا إخوة؟ المتواتر بهذه الكيفية وبهذه الشروط ما رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى، وكان مستند خبرهم الحس. هذا المتواتر بهذه الكيفية ليس من مباحث علوم الحديث، لا تجد هذا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا من بعدهم، حتى جاء المعتزلة وقسموا الخبر إلى آحاد ومتواتر بهذه الكيفية، كي يتوصلوا بذلك إلى رد السنة، رد الإيه السنة. فالحافظ رحمه الله يقول إن المتواتر بهذه الكيفية وبهذه الشروط ليس من مباحث علوم الحديث، لكنه من مباحث إيه علوم أصول الفقه. قال إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك، من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث. واضح؟ يعني الحافظ الآن يعلل لماذا المتواتر ليس من مباحث علوم الحديث. قال لأن علم الحديث يقوم على أساس إيه؟ أساس الإسناد والمتن من حيث القبول والرد، هذا هو موضوع علوم الحديث. يعني علم الحديث يبحث في الإسناد من حيث القبول والرد، متى يقبل الإسناد ومتى يرد. فعلم الحديث يقول لك يقبل إذا توفرت فيه شروط الاتصال، مثلا عدالة الرواة، ضبط الرواة، السلامة من الشذوذ والعلة. ومتى يرد؟ إذا وجد فيه يعني إيه شيء من هذه الإيه الأمور، إذا كان منقطعا فيرد الإسناد، كذلك إذا كان الراوي يعني كذابا أو ليس بثقة وهكذا. فعلم الحديث يبحث في الإسناد والمتن من حيث القبول والرد، وعرفنا أن المتواتر كله إيه مقبول، لا يبحث فيه عن أحوال الرواة ولا يبحث فيه عن صفات الرواة، لذلك كان المتواتر ليس من مباحث علوم الحديث. واضح؟ يعني الآن إذا سألنا لماذا المتواتر ليس من مباحث علوم الحديث، تكون الإجابة ماذا؟ لأن علم الحديث يبحث في الإسناد والمتن. نعم. والمتواتر؟ والمتواتر؟ لا يبحث من علم الأصول في أيوة المتواتر كله مقبول، لا يبحث فيه عن أحوال الرواة،
ولا عن أحوال الأسانيد ولا عن أحوال المتون. واضح؟ نعم. طيب يا إخوة، في سؤال في الجزء اللي فات؟ يعني نريد يكون في مداخلات ومناقشات يعني بدون حياء، يعني اللي مش واضح يعني فضل. والمتواتر حضرتك قلت يعني واضح انه في العلم الضروري. نعم. مش يعني العامي مش عارف الحز المتواتر يعني. لا هو يعني العامي ما عرفش ان القرآن ده متواتر؟ عارف القرآن انا عارف. طيب لا ما هو المراد بالعلم الضروري اللي هو الايه؟ القرآن. تواتر القرآن هذا يعد من الايه؟ من العلم الضروري. هذا يحصل لكل احد. واضح؟ أما الخبر إذا كان حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أقسام التواتر الإيه؟ النظري، وليس من أبواب التواتر الإيه؟ الضروري. واضح؟ احنا بنتكلم عن الخبر بصفة عامة، سواء كان خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كان خبرا حتى عن الكفار، يعني إذا أعصار سندي احنا قلنا أنه هو متواتر يفيد العلم الضروري. واضح؟ أفاد العلم الضروري ليه؟ لأن يعني يحصل لكل إنسان ولا يمكن دفعه. واضح؟ فالقرآن الكريم مثلا هذا يفيد الايه؟ العلم الضروري، لأنه يحصل لكل ايه؟ أحد. أما إذا كان الخبر يعني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد العلم الايه؟ النظري، لأنه يحتاج إلى بحث واستدلال. واضح يا جماعة؟ نعم. تقريبا شفنا كده الحديث المتواتر الذي تقريبا لا هي قليلة جدا، قليلة جدا جدا. يعني غالب السنة أحاد، يعني غالب الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاد، والمتواتر بهذه الكيفية نادر جدا جدا جدا، حتى يعني ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يوجد بهذه الكيفية، إلى أنه معدوم، لا يوجد متواتر بهذه الكيفية، قليل جدا نادر يعني. واضح؟ ولكن غالب السنة أحاد، مشهور او عزيز او غريب. نعم. شكرا. حضرتك ذكرت ان القران المتواتر وكويس كده في تعريف المتواتر انه يعني راجع عن جمع. طب هو سيدنا جبريل يعني وصل نوصل النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا اصحابه، ففي دوران نعرف بس المتواتر في الطبقات، ففينا طبقه النبي صلى الله عليه وسلم فرض وسيدنا جبريل فرض. لا ما احنا قلنا احنا احتاجنا الى الجماعه ليه؟ العدد ليه؟ حتى تستحيل العاده مع هذه الكثره ان يتواطؤوا على الكذب. واضح؟ يعني احنا احتاجنا في طبقة مثلا التابعين وأتباع التابعين هذه الكثرة حتى تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. أما جبريل عليه السلام فهو يعني أمين الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمين الوحي، الصحابة لا يعني يتصور منهم الكذب، فاحتاجنا إلى طبقات بعد ذلك الكثرة حتى تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. واضح؟ تمام. لا لا حتى الصحابه كمان يعني لا يذكرون في التواتر. واضح؟ احنا قلنا من بعد الايه؟ يعني الصحابي لا يتصور منهم الكذب او الوقوع في الكذب، فاحتاجنا الكثره من بعد طبقه الايه؟ الصحابه رضي الله تعالى عنهم. طيب فائده ذكر ابن الصلاح ان مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده. ده إجابة أخونا أمين. يعز إيه؟ وجوده، يعني يقل وجوده. نعم؟ يندر. يعز يعني يقل ويندر. إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 70 صحابيا. هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 70 صحابيا. واضح؟ هذا كلام ابن الصلاح. الحافظ ابن حجر يرد عليه فيقول وما ادعاه من العزة ممنوع. الحافظ ابن حجر يرى خلاف ما يراه ابن الصلاح، وكذا ما ادعاه غيره من العدم. انظر الآن عندنا يعني صنفان من أهل العلم. الصنف الأول ادعى النضرة، قال لا يوجد حديث متواترا بهذه الشروط إلا القليل.
الصنف الثاني من العلماء قال بالعدم، يعني لا يوجد أصلا حديث بهذه الشروط، التواتر بهذه الشروط لا يوجد. فبعض العلماء ذهب إلى النظرة والقلة، والبعض قال أنه إيه معدوم، لا يوجد يعني للحديث المتواتر أصلا. واضح؟ فالحافظ بن حجر يرد على هؤلاء ويرد على هؤلاء، قال وما ادعاه من العزة يعني من القلة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، يعني قال لا وجود لحاجة اسمها إيه حديث متواتر بهذه الكيفية وبهذه الشروط. قال لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا. فهذا رأي الحافظ بن حجر، يعني يرى أن الخبر المتواتر موجود ويوجد منه في يعني السنة. ما معنى أو يحصل منهم اتفاقا؟ ما معنى اتفاقا؟ اتفاقا يا إخوة يعني من غير عمد. اتفاقا يعني نعم، ما كل شيء بقدر، نعم، من غير تعمد، يعني هذا معنى اتفاقا في اللغة. واضح؟ يعني غير المعنى المتبادر. المعنى المتبادر ايه؟ اتفاقا، الاتفاق ان في اتفاق. لا، اتفاقا في اللغة اي من غير عمد، اللي احنا بنسميها ايه مصادفة ان صح التعبير، يعني من غير تعمد، هذا معنى اتفاق. تقول مثلا انا قابلت فلانا اتفاقا، هذا حصل اتفاقا يعني من غير قصد. واضح؟ هذا معنى اتفاق. فالكذب من هؤلاء الرواه لا يحصل لا اتفاقا ولا عن ايه عن قصد. واضح؟ ومن احسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثره في الاحاديث ان الكتب المشهوره المتداوله بايدي اهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحه نسبتها الى مصنفيها اذا اجتمعت على اخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العاده تواطؤهم على الكذب الى اخر الشروط افاد العلم اليقينيه بصحته الى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهوره كثير. لا نريد ان نقف يعني احنا نريد ان نقف على الاشياء المهمه فقط في الكتاب. قال والثاني، الثاني ايه من اقسام الاحاديث باعتبار تعدد الاسانيد. والثاني وهو اول اقسام الآحاد ما له طرق محصورة باكثر من اثنين وهو المشهور عند المحدثين. يعني نريد ان نعرف الحديث المشهور وهو اول اقسام خبر الآحاد، نقول هو ما لم يرويه أقل من ثلاثة عن ثلاثة. بل المشهور هو ما لم يرويه أقل من ثلاثة عن ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. بل الخبر المشهور اللي هو أول قسم من أقسام الآحاد هو ما لم يرويه أقل من ثلاثة عن ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. هذا التعريف أدق ويعني أولى من تعريف الحافظ رحمه الله. ما لم يرويه أقل من ثلاثة عن ثلاثة، يعني لابد أقل طبقة تكون ثلاثة. ما لم يرويه أقل من ثلاثة عن ثلاثة، هناك قيد مهم بقى، ولم يبلغ حد التواتر. ولم يبلغ حد التواتر، نعم، لا الكثرة التي يعني تستفيد منها العلم واليقين. واضح؟ يعني أنا أقصد يعني في ناس 70 47 ما هي هناك، لا هناك كثرة أنت معها تستفيد العلم، يعني الآن هناك كثرة مثلا يعني تستفيد من العلم، يهجم على قلبك فعلا أن هذا الحديث متواتر. واضح؟ إذا وصل الحديث إلى كثرة معينة الإنسان لا يمكن معها إلا أن يقول هذا الخبر متواتر. نعم، ما احنا قلنا بس أهم حاجة إيه؟ أقل من ثلاثة لا. لازم يكون في أقل طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة. لأنه لو صار في طبقة اثنان يكون عزيزا. لذلك قلنا ما لم يروي أقل من ثلاثة عن ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. واضح؟
هذا هو الحديث الايه المشهور عند المحدثين. قال: سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. يعني الحديث المشهور بعض العلماء يسميه المستفيض، واضح؟ وهو أيضا ما لم يروي أقل من ثلاثة عن ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. سمي بذلك يعني سمي الحديث المشهور مستفيضا، قال لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، واضح؟ يبقى هذا هو القول الأول في المستفيض، أنه إيه؟ بمعنى المشهور. يبقى المستفيض والمشهور بمعنى واحد عند المحدثين، وهو ما لم يروي أقل من ثلاثة عن ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر. قال: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، يعني من أهل العلم من فرق بين المستفيض والمشهور. قال: بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، واضح؟ يعني المستفيض يكون رواه عدد وجماعة من الرواة في جميع طبقات الإسناد، في جميع إيه؟ طبقات الإسناد. ونحن نعبر عن جميع طبقات الإسناد بابتداء الإسناد وانتهائه، يعني عندنا ابتداء الإسناد اللي هو من الصحابة، وانتهاء الإسناد اللي هو نعم اللي هو آخر الإسناد، يعني من عند البخاري مثلا، هذا يسمى آخر الإسناد. فإذا قلنا ابتداء الإسناد وانتهائه شمل الإيه؟ الإسناد كله، واضح يا إخوة؟ يعني سألنا لابد أن توجد هذه الكسرة في ابتداء الإسناد وانتهائه. ما معنى هذا؟ أن توجد هذه الكسرة في جميع طبقات الإسناد، في أوله وفي أثنائه وفي آخره. فالمستفيض على هذا المعنى هو ما رواه عدد وجماعة في جميع طبقات الإسناد، في أول الإسناد وآخر الإسناد، واضح؟ قال: والمشهور أعم من ذلك. المشهور إيه؟ أعم من ذلك. ما معنى المشهور أعم من ذلك؟ يعني إذا رواه جماعة في جميع طبقات الإسناد هذا يسمى إيه؟ مستفيضا ويسمى مشهورا. لكن إذا كان الحديث في أوله عزيزا، في أوله غريبا، وفي أثنائه غريبا، وفي آخره مشهورا، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى مشهورا نسبي، ليس مشهورا مطلقا ولا يسمى مستفيضا. يعني حديث إنما الأعمال بالنيات هو حديث إيه؟ العلماء يقول هو غريب، لكن اشتهر بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، صار مشهورا، يعني دي شهرة نسبية، يعني في طبقة الطبقة الخامسة صار مشهورا. فإذا وجدت هذه الكسرة في آخر الإسناد يسمى مشهورا ولا يسمى مستفيضا، لأن المستفيض يشترط فيه أن توجد هذه الكسرة في جميع طبقات الإسناد، واضح؟ القلب كده يا شيخ، العلماء اللي قالوا كده ما عندهمش غريب، لا عندهم غريب، بس هذه شهرة نسبية. مشهور نسبي يعني إيه؟ يعني هو في طبقة من الطبقات مشهور، لكن في جميع طبقات الإسناد غريب، في الأصل غريب، لكن اشتهر في الطبقة الخامسة. لا هو غريب، لكن اشتهر في الطبقة الايه؟ في الطبقة الخامسة، فهي شهرة نسبية. فإذا كان الحديث مثلا غريبا أو عزيزا، لكن اشتهر في طبقة من الطبقات، هذا يسمى مشهورا ولا يسمى ايه؟ مستفيضا. عند من غير بين المستفيض والمشهور، قالوا المستفيض لابد أن توجد هذه الكسرة في طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى آخر الإسناد، واضح؟ يعني مثلا الإنسان مثلا الطويل مثلا، هذا هو طويل يعني، واضح؟ لكن عندما يعني يقف مثلا مع أطول رجل في العالم نطلق عليه أنه إيه؟ أنه إيه؟ قصير يعني. فهذا يسمى قصر إيه؟ قصرا نسبيا. هو في الأصل طويل، لكن عندما يعني وقف بجوار أطول رجل في العالم صار يطلق عليه إيه؟ قصير، أي بالنسبة إلى هذا الإيه؟ الرجل الطويل، فهو يسمى قصرا نسبيا، واضح؟ قال: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسنادا أصلا. يبقى الآن نحن تكلمنا عن المشهور عند المحدثين،
هناك المشهور بالمعنى اللغوي، المشهور ايه؟ بالمعنى اللغوي. يبقى المشهور قسمان، مشهور عند المحدثين وهذا فرغنا منه ما لم يروي أقل من ثلاثة عن ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر، وهناك مشهور بالمعنى الايه؟ اللغوي، يعني هذا الحديث مشهور على الألسنة، متداول على ألسنة الايه؟ الناس، مشهور بين الناس. هذا المشهور بين الناس قد يكون متواترا وقد يكون أحادا، قد يكون مشهورا، قد يكون عزيزا، قد يكون ايه؟ غريبا. فهو مشهور بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى الاصطلاحي. يعني حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات، هو مشهور بالمعنى الاصطلاحي ولا بالمعنى اللغوي؟ بالمعنى اللغوي. يعني ايه مشهور بالمعنى اللغوي؟ يعني منتشر بين العوام، تجد هذا الحديث يحفظه كل أحد، فهو مشهور بالمعنى اللغوي، وهو ليس له إلا ايه؟ إسناد واحد، واضح؟ فهذا يسمى مشهورا بالمعنى اللغوي، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسنادا أصلا، إسناد أصلا. يعني بعض الأحاديث المشتهرة على الألسنة لا يعرف لها إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث مشهور اللي هو أدبني ربي فأحسن تأديبي، هذا الحديث مشهور بين الناس وليس له إسناد، يعني لا يوجد له إيه؟ إسناد، واضح؟ فهذا الحديث مشهور بالمعنى اللغوي، يعني متداول بين الناس ومشهور على ألسنة العوام، لكن ليس له إيه؟ إسناد. كذلك حديث مثلا النظافة من الإيمان، هذا أيضا حديث مشهور يعني متداول بين الناس، وهو حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مثلا من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن، هذا يعني مشهور خاصة في إذاعة القرآن الكريم، وليس له إسناد يعني، ولكن مشهور يعني إيه؟ منتشر بين الناس وليس له إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المشهور بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي اللي هو ما لم يروي أقل من ثلاثة عن ثلاثة ولم يبلغ حد الإيه؟ التواتر. واضح يا إخوة؟ نعم. في الحالة دي لا يصح لا هو لا يعني حديث مثلا النظافة من الإيمان معناه إيه؟ معناه صحيح في منتهى الروعة. حديث أدبني ربي فأحسن تأديبي معناه في منتهى الجمال. حديث مثلا من أراد الدنيا فعليه بالآخرة وكذا في منتهى الجمال، لكن لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في إذاعة القرآن الكريم دائما في برنامج اللي هو الأطفال اللي يقدم يعني يقدم أطفالا يقرؤون القرآن، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة. المشكلة في نسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى جميل جدا وفي منتهى الروعة والجمال، لكن الإشكال في نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ نستفيد من ذلك فقط معنى المعنى صحيحة النظافة من الإيمان، أو أدبني ربي فأحسن تأديبي. حديث مثلا من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا حديث يعني موضوع ومع ذلك هو مشهور بين الايه؟ بين الناس. واضح يا اخوه؟ او الدين المعامله، واضح. فهذا مشهور بالمعنى الايه؟ بالمعنى اللغوي. فالمشهور بالمعنى اللغوي قد يكون يعني صحيحا، وقد يكون ايه؟ حسنا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون موضوعا، وقد يكون ليس له ايه؟ اسناد. والفرق بين الحديث الموضوع وما ليس له اسناد، الحديث الموضوع هو يروى بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن في الإسناد إيه؟ كذابا. يعني حديث الموضوع يروى بإسناد لكن هذا الإسناد فيه راون إيه؟ كذاب، هو الذي كذب هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اختلق هذا الإيه؟ الخبر، نخع هذا الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث اللي هو ليس له إسناد، هو لا يروى بإسناد لكن اشتهر بين الناس ان هو حديث، واضح؟ زي أدبني ربي فأحسن تأديبي، المعنى في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة، لكن لا ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا المشهور بالمعنى اللغوي. يبقى عندنا مشهور بالمعنى الاصطلاحي ومشهور بالمعنى الايه؟
اللغة. المشهور بالمعنى اللغوي قد يكون متواترا زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا ايه متواتر ومشهور بين الناس. وقد يكون احادا، نعم، وقد يكون مثلا مشهورا بالمعنى الاصطلاحي، وقد يكون عزيزا، وقد يكون ايه غريبا كحديث انما الاعمال بالنيات، هو حديث غريب لكن مشهور بين الناس. الثالث من اقسام خبر الاحاد، والثالث لا ليس من اقسام خبر الاحاد ولكن الثالث باعتبار عدد الاحاديث من حيث عدد الطرق. احنا ذكرنا الاول الايه المتواتر، المتواتر ثم المشهور ثم العزيز. قال وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وهو ألا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. يبقى الحديث العزيز هو ما لم يرويه أقل من اثنين عن اثنين، ما لم يرويه أقل من اثنين عن اثنين، يعني لا يقل عدد الرواة في طبقة من الطبقات عن اثنين. واضح يا إخوة؟ لا بأس أن يزيد، لكن لابد أن توجد في طبقة من طبقات الإسناد رويان، أن يوجد في طبقة من طبقات الإسناد رويان. يبقى ما لم يروي أقل من اثنين عن اثنين، واضح؟ ولا نقول هنا ولم يبلغ حد التواتر، يعني هذا القيد لا نقوله في العزيز لأنه ليس جمعا أصلا، ليس إيه جمعا حتى يعني نذكر هذا القيد. ذكرنا هذا القيد في المشهور لأنه جمع، وهذا الجمع قد يصل إلى حد التواتر، فاحتاجنا أن نقيد هذا بما لم يبلغ حد الإيه التواتر. أما العزيز ليس جمعا أصلا حتى نقيده بهذا القيد، فالاثنان ليس جمعا فلم يحتاج هذا الحديث أن نقيده بهذا القيد. يبقى العزيز هو ما لم يرويه أقل من اثنين عن اثنين، واضح؟ هناك كتاب هو كتاب في غاية الأهمية، جمع الأحاديث المشتهرة بين الناس ورتب هذه الأحاديث على حروف المعجم، هو كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي رحمه الله. هذا الكتاب من أجل الكتب التي ألفت في الأحاديث المشتهرة بين الناس، مجلد واحد، المقاصد الحسنة للسخاوي رحمه الله اللي هو تلميذ الحافظ ابن حجر، واضح، المتوفى سنة 290 من الهجرة، ألف كتاب المقاصد الحسنة، يعني جمع الأحاديث المشتهرة يعني بين الناس ورتب هذه الأحاديث على حروف المعجم، يعني بدأ بحرف الألف ثم الباء ثم التاء ثم الساء وهكذا إلى نهاية الإيه الحروف، رتب هذه الأحاديث على حروف المعجم وذكر فيها أقوال العلماء. فإذا كان الحديث موضوعا بيّن أنه موضوع، إذا كان ليس له إسناد بيّن أنه ليس له إسناد، وكل حديث يحكم عليه بما يستحق، واضح؟ فهذا الكتاب غاية في الأهمية، يحتاج الإنسان يعني لا سيما في الخطابة ونحو ذلك. هو ليس له طبعة محققة يعني إلى الآن، يعني كل الطبعات الموجودة طبعات تجارية يعني، بس يعني أفضلهم اللي هو دار الكتاب العربي، دار الكتاب العربي، ولكن هو لم يحقق إلى الآن تحقيقا إيه علميا يعني. قال وسمي بذلك، يعني سمي العزيز عزيزا، قال إما لقلة وجوده، لأن العزة معناها الإيه النضرة والقلة في اللغة، العزة معناها الإيه النضرة والقلة، وإما لكونه عزة أي قوية بمجيئه من طريق أخرى. يعني العزيز سمي عزيزا لماذا؟ إما من النضرة لأنه يعني قليل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأحاديث العزيزة قليلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لكونه عزة بمعنى قوية، فهذا الحديث قوية لأنه إيه يعني يروى بإسنادين، فهذا الإسناد قوى الإسناد الإيه الأول بمعنى القوة، ومنه يعني اسم الله عز وجل العزيز يعني القوي. فالعزة تأتي بمعنى النضرة والقلة وتأتي بمعنى الإيه القوة، فسمي الحديث العزيز عزيزا إما لنضرته وقلته وإما لأنه قوية بمجيئه من إسناد آخر.
فالحديث إذا كان له إسناد واحد لا شك أنه أضعف من لو جاء من إسنادين، فالحديث اللي هو روي بإسنادين أقوى من المتن الذي روي بإسناد واحد. نعم. لا هو أنا يعني هو بيتكلم عن كل إسناد صحيح يعني. يعني كل إسناد صحة على حدة لكن يعني قوية بمجيء من إسناد آخر. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي. يعني بعض العلماء اشترط لكي يكون الحديث صحيحا لابد أن يرويه إيه راويان، واضح؟ بعض العلماء قال هذا، لكي يكون الحديث صحيحا لابد أن يرويه راويان. نرد عليهم بحديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث متفق على صحته، أجمعت الأمة على قبول حديث إنما الأعمال بالنيات، مع أنه يروي في كل طبقة من طبقات الإسناد راوي واحد، واضح؟ فهذا هذا الكلام فيه نظر. لذلك الحافظ يقول وليس شرطا للصحيح، يعني ليس رواية الحديث من طريقين شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة. انظر أيضا من المعتزلة. وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. فكلام الحاكم رحمه الله ليس له علاقة بهذا الموضوع، هو يتكلم على زوال الجهالة عن الراوي، وستأتي إن شاء الله في مبحث مستقل متى تزول الجهالة عن الراوي. لكي تزول الجهالة عن الراوي لابد أن يروي عنه راويان، فإذا روى عنه راويان صار معروفا. فالحاكم رحمه الله يتكلم عن أمر آخر لأمر الجهالة، لا علاقة له بالحديث العزيز، واضح يا أخوة؟ لكن الحاكم الحافظ فهم كلام الحاكم على غير على غير وجهه. قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. يعني القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله قال إن كون الحديث لابد أن يرويه راويان هذا من شرط البخاري في الصحيح. نرد عليه بحديث أول حديث في البخاري، يعني أول حديث رواه الإمام البخاري في صحيحه إنما الأعمال بالنيات هو حديث فرد. فالعلماء ردوا على أبي بكر بن العربي رحمه الله، قالوا له إن حديث الأعمال بالنيات أول حديث في البخاري، ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروي عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروي عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. المهم أنه أجاب يعني بجواب فيه فيه نظر، وذكر الحافظ رحمه الله هذا الجواب. قال وأجاب عما أورد عليه، يعني لما قال هذا القول قال له بعض الناس طب كيف ترد على حديث إنما الأعمال بالنيات؟ قال وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يرويه عن عمر إلا علقمة، اللي هو علقمة ابن وقاص الليثي، قال قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال. يعني عندما حدث عمر رضي الله عنه بهذا الحديث حدث به على المنبر، واضح؟ فيقول أبو بكر بن العربي رحمه الله إن عمر رضي الله عنه عندما حدث بهذا الحديث وسمعه الصحابة وسكتوا دل ذلك على أنهم أيضا سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا قول ابن العقال. وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره، واضح؟ يعني لا يشترط في سكوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، ربما سكتوا لأنهم كانوا يعني يصدقون عمر رضي الله عنه في كل ما قاله. هل ممكن أن يكذب أحد عمر رضي الله عنه؟ لا، فهو سكت لأن عمر رضي الله عنه صادق أمين. قال
وبأن هذا لو سلم في عمر، يعني لو سلمنا جدلا أن عمر رضي الله عنه خطب على المنبر والصحابة سمعوه وسكتوا لأنهم سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، منع في تفرد علقمة، فهل علقمة أيضا خطب بها على المنبر وسمعه التابعون ويعني وسكتوا لأنهم سمعوه أيضا من عمر؟ واضح؟ ثم تفرد محمد ابن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. واضح يا إخوة؟ وقد وردت له متابعات لا يعتبر بها، وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. المهم أن يعني اشتراط للحديث الصحيح أن يكون عزيزا، هذا الكلام فيه نظر. واضح؟ قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه، اللي هو حديث إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا. قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجود بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. واضح يا إخوة؟ مثال للحديث الإيه العزيز. قال: ما رواه الشيخان من حديث أنس. الشيخان هم من؟ البخاري ومسلم. والبخاري من حديث أبي هريرة، يعني البخاري ومسلم روايا هذا الحديث من حديث أنس، وانفرد البخاري برواية هذا الحديث من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب. يبقى الآن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان من الصحابة، أنس وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم، هذا في طبقة الصحابة. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز ابن صهيب في طبقة الإيه؟ التابعين، يبقى اثنان. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، يعني في طبقة أتباع التابعين. ورواه عن كل جماعة. واضح يا إخوة؟ فهذا مثال للحديث الإيه العزيز، هو ما لم يروي أقل من اثنين عن اثنين. واضح؟ طيب، أرجو يعني أن يكون الدرس إن شاء الله واضح، ولو في أي استفسار في الدرس يعني في أمور يعني عقلية وكده ومنطقية بنحاول نحن إيه نمر عليها مرة الكرام، يعني نقف معها كثيرا يعني. واضح؟ أحد عنده استفسار يا إخوة في هذا الجزء؟ طيب نقف إن شاء الله عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله المرة القادمة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.